السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. معانا النهاردة إن شاء الله مع The Present Simple Tense، زمن المضارع البسيط. يا ترى إيه هو زمن المضارع البسيط؟ إزاي أستخدمه؟ إيه هي علاماته؟ وإزاي أنفيه؟ وإزاي أعمل فيه سؤال؟ وكمان إزاي أبنيه مجهول؟ ده اللي هنعرفه النهاردة إن شاء الله عشان نكون قادرين إن إحنا نحل أي جمل تيجي لنا في المضارع البسيط، سواء Active Voice أو Passive Voice، سواء مبني معلوم أو مبني مجهول. طبعا حبايبي إحنا قلنا إن الأزمنة دي عاملة شكل التوائم. يعني عامل شكل التوائم، يعني شكل التوأم بالظبط. وانا بشوفهم لاول مره مش هعرفهم، لكن لما انا بقابلهم كتير وبعرف علامات كل شخص او كل توأم بقدر افرقهم بعد كده. نفس الكلام الازمنه، الازمنه عامله شكل التوائم. لو انا قدرت افهم امتى بستخدمها وهي العلامات والكلمات الداله عليها بفرق الازمنه عن بعضها. عشان كده لازم في كل زمن ابقى عارف how to form it، يعني حبايبي ازاي اكونه، وكمان how to use it يعني ازاي استخدمه، وكمان اعرف الكيوردز بتاعته الكلمات الدالة عليه، وكمان how to change into negative يعني ازاي احول للنفي، and how to make a question حبايبي يعني ازاي اعمل سؤال، وكمان اخر حاجة ازاي احول للباسيف فويس يعني لصيغة المبني مجهول. لو انا عرفت الحاجات دي في كل زمن هقول لك ان انت كده هضمت الزمن وعارفه كويس جدا وتقدر تحل فيه وتقدر تميزه عن بقية الازمنة. تعال نتكلم الاول حبيبي عن تكوين زمن البريزنت سيمبل، يعني تكوين زمن المضارع البسيط. طبعا حبيبي بالنسبة للتكوين انا هلاقي فعل المضارع البسيط عبارة عن تصريف اول للفعل، الفعل في اصله او الفعل مضاف له اس او اي اس. طيب طالما الزمن حبايبي ليه شكلين اتنين، اذا كل شكل فيهم هيرجع ليه الفعل. تاني، طالما الزمن ليه شكلين فكل شكل يرجع للفعل. اذا كان الفعل بتاعي اي او وي او ذي او يو او اسم جمع، فهتلاقي دايما جاي معاه مصدر الفعل او الفعل في التصريف الاول. اما لو كان الفعل بتاعي هي او شي او ات او اي اسم مفرد سنجلر ناون، قال لي على طول ده هجيب معاه فعل في اس او اي اس. يعني مثال، لو هنا مثلا حبايبي بلاي هلاقي هنا بلايز، لو هنا لايك هلاقي هنا حبايبي لايكس. يبقى لاحظ انا زودت ليه الفعل بتاعي اس. امال ايه حكايه اي اس دي؟ قال لي حبايبي انا بزود على الفعل بتاعي اي اس اذا انتهى الفعل بتاعي باحدى النهايات دي اس اتش CH SS O X and Z. لو انتهى الفعل بأي نهاية من دول فأنا بزود على الفعل ES مش S بس. يعني مثلا لو هنا هتلاقي wash هتلاقي هناك بقت ها washes. طب ليه زودت ES؟ أقول له عشان هنا منتهية ب SH. لو هنا حبايبي هتلاقي watch هتلاقي هنا بقت watches، زود لها ES. ليه؟ هقول له عشان انتهت ب CH. لو لقيت هنا مثلا go هتلاقي هنا goes، هتلاقي زود اي اس. ليه؟ عشان هي بتنتهي بأو. لو لقيت مثلا كلمة شكل كلمة cross يعني يعبر، هتلاقي هنا بقت crosses، هتلاقي زود لها اي اس. ليه؟ عشان هي بتنتهي بدبل اس او بتنتهي باس. لو لقيت هنا مثلا حبيبي كلمة fix اللي معناها يصلح، هتلاقي هنا بقت fixes، زودت اي اس. لو لقيت هنا حبيبي مثلا كلمة شكل كلمة buzz اللي معناها يعمل طنين، هتلاقيها بقت buzzes. عارفين شكل صوت النحلة كده؟ يبقى اذا انتهى الفعل باي نهايه من دول حبايبي بزود الفعل بتاعي اي اس مش اس بس. طيب تعالوا نشوف افعال تانية، مثلا شكل كلمه cry. cry دي حبايبي معناها يبكي، يا ترى هزود لها اس ولا اي اس؟ قال لك لا، هنا اذا انتهى الفعل بواي والواي ده قبله حرف ساكن بقلب الواي ده لاي اي اس، فتبقى بالمنظر ده cries. cries معناها يبكي او يصرخ. يبقى اذا حبايبي لازم في حاجات بلاحظها وانا بحط الاس بتاعتي. قال لي كل الافعال بتنتهي باس ما عدا الافعال اللي في نهايتها اس اتش سي اتش اس اس او اكس زد، دي بزود لها اي اس. والافعال اللي بتنتهي بواي بقلب الواي بتاعتي لاي اي اس اذا الواي جه قبلها حرف ساكن. اذا حبايبي شكل الفعل في المضارع البسيط بيعتمد على الفعل. يعني لما يجي يقول لي مثلا في الاختيارات اي لايك ولا لايكس تي، يعني انا بحب الشاي هقول له لا لايك. ليه؟ لان رجعت للفعل لقيته اي واي بيجي معاها مصدر. طيب لو كان الفعل بتاعي ده هي كنت قلت له لايكس. طب اقدر كان زي كنت قلت له
لايك. يبقى خلي بالك الشكلين مضارع بسيط، ولكن كل شكل فيهم بيعتمد على الفاعل بتاعي. لو كانت منى مثلا، البنت منى، هتقول لمنى دي مفرد فتاخد لايكس. طب قدر منى اند علي، يعني هو بيقول لمنى اند علي، اقول له منى وعلي دول مالهم؟ جامع، والجامع يجي معاه مصدر. اذا كل شكل من افعال المضارع البسيط بيعتمد على الفاعل، وده بستخدمه في الكلام، يعني بركز فيه وانا بتكلم. دايما لما بتكلم مفرد بختار فعل في اس، لما بتكلم جمع بختار مصدر الفعل بدون اي اضافات. ده حبايبي بالنسبه لتكوينه. طب حبايبي ازاي بنفي يا مصنر، يعني ازاي بنفي زمن المضارع البسيط؟ قال لي لما اجي احول الجمله دي لنفي في المضارع البسيط، كل اللي انا بعمله بحط قبل الفعل بتاعي don't او doesn't، don't او doesn't، وبعدين برجع الفعل ده لمصدره، تاني برجع الفعل ده لمصدره. طيب انا بحط don't او doesn't بناء على ايه؟ هقول بناء على شكل الفعل، لو الفعل في المصدر بنفي don't، لو الفعل في اس بنفي doesn't، او بناء على الفعل. يعني هلاقي ان I وwe وthey وyou والاسم الجمع بيجي معاهم don't، اما he وshe وit ومعاهم الاسم المفرد حبايبي كل ده معاهم doesn't. بس مع don't و doesn't لازم ارجع الفعل لمصدره. يعني حبايبي لما يجوا لي مثلا they watch TV وقولن في الجملة دي، هقول له الفعل هنا في المصدر وده كمان they، يبقى النفي هنا هيكون بكلمة don't، فاقول they don't watch TV، يعني هما ما بيشاهدوش التلفزيون. مثال تاني، لو قال لي he likes fish، يعني حبيبي هو بيحب السمك، وانا عايز اقول هو بيحبش السمك، هقول الفعل في اس وكمان دي هي، فالنفي بتاعي هيبقى doesn't، فاقول he doesn't. بس هنا ركز بقى، طالما انا في doesn't حبيبي ما ينفعش ابدا اجيب وراها فعل في اس، لازم ارجع الفعل لمصدره، فاقول he doesn't like fish، يعني هو ما بيحبش السمك. يبقى لما نفيت بدازنت رجعت الفعل الاصلي. عشان كده بنقول ان دونت او دازنت لازم يجوا وراهم مصدر، دونت ودازنت ما ينفعش يجوا وراهم اي حاجه غير مصدر. ثانيا لازم يجوا وراهم فعل في المصدر، يعني ما ينفعش دونت ودازنت ما يجيش وراهم فعل. فعشان كده في الاختيارات حبايبي تلاقيه يقول لك كده هي دونت ولا دازنت بلاي تنس، يعني هو ما بيلعبش تنس. طبعا عشان اخد دونت او دازنت لازم ارجع للفعل حبايبي اللي هو هي. طب هي تاخد دونت ولا دازنت؟ هقول له لا هي تاخد دازنت. خلي بالك الفعل ده فين؟ في المصدر. او ان يجي يقول لي they في الاخطاء دازنت، بحط لي تحتها هات، او يجيبها لي ما بين قوسين ويقول لي واش ذا كار، يعني هما ما بيغسلوش العربيه، اقول له زي ما بتاخدش doesn't، امال زي بتاخد ايه؟ اقول له زي بتاخد don't. يبقى لازم اركز مين اللي بياخد don't ومين اللي بياخد doesn't. طب هل النفي ده بس في المضارع البسيط؟ قال لي لا طبعا، انا ممكن انفي في المضارع البسيط حبايبي بكلمه never، ونيفر دي اللي معناها ابدا. قال لي بس ايه الفرق بقى بين never والاثنين التانيين؟ قال لي never دي ما بتاثرش على الفعل، يعني عادي ممكن يجي وراها مصدر مع الجمع او فعل في اس او اس مع المفرد. بمعنى لو انا قلت هي plays football، يعني هو بيلعب كرة القدم، وقلت لك انا عايز النفي ده بكلمة never اللي معناها ابدا، هتقول لي he never plays. يبقى انا عايزك بقى تلاحظ الفرق بين النفي بكلمة never والنفي بكلمة doesn't. لما نفيت بنيفر ما اثرش على الفعل، يعني ما شلتش منه الاس، امال سيبته شكل ما هو، لكن لما نفيت بدازنت لازم ارجع الفعل لمصدره. عشان كده بيجيبها لي دايما حبايبي في الاختيارات. يعني ايه بيجيبها لي في الاختيارات؟ يعني يجي يقول لي كده منى دونت ولا دازنت ولا نيفر واتشز تي في، قول اختار. هقول له طبعا منى ما بتاخدش دونت لان منى دي مفرد. طيب يبقى لي دازنت ونيفر، يبقى هنا لازم اروح اشوف الفعل ده، الفعل ده في اس، هقول له يبقى مستحيل اخد دازنت. ليه؟ لان عشان اخد دازنت لازم تشيل الاس او الاي اس، فعشان كده النفي هنا هيكون بمين؟ بنيفر. يعني يا مستر لو كانت واتش تي في
كنت خدت انا doesn't، هقول لك اه لان مع منى رجع الفعل الاصلي يبقى لازم يكون نفى ب doesn't، يبقى انت خد doesn't لو كانت watch. بس كده قال لي لا ده في الاختيارات كمان تبص لا يقول لك كده he don't eat fish، ما باكلش سمك. طبعا هنا الناس بتستعجل وتاخد دونت، ليه هو شايف ان هي ما بتاخدش دونت وده هي بتاخد دازن؟ هقول لك اه بس الفعل هنا في ايه؟ اس. جميل، طالما الفعل في اس معناها ان النافي هنا عمره ما هيكون بدازنت لان دازنت كانت شالت الاس. امال قال لي يبقى هنا لازم اجيب كلمه مين حبايبي؟ نيفر. اه قال لي كمان في افعال ما ينفعش انفيها دونت ودازنت في المضارع البسيط. طب يا ترى ايه هي الافعال دي؟ هقول لك فيرب تو بي اللي هو ام واز وار. قال لي ام واز وار دول حبايبي ما ينفعش انفيهم ب دونت ودازنت، يعني ما ينفعش اقول دونت وارجع الفعل المصدر اقول بي، لا ان ام واز وار لما اجي انفيهم بيبقوا بنقط. بمعنى لو قال لي هي از ا تيشر يعني هو مدرس ويجي يقول لي انفي لي الجمله دي، اكيد هقول له هي ازنت ا تيشر يعني هو مش مدرس. طب وانا مستر هعرف بقى الكلام ده ازاي في الاختيارات لما يقول لي انفي دونت او دازنت او didn't؟ الكلام بسيط خالص، يعني لما يجي يقول لي كده ساره البنت ساره دي قول في الاختيارات كده دازنت، هتقول لي عادي ما هي ساره ممكن يجي وراها دازنت. طيب هقول معاها كمان نيفر اللي احنا لسه واخدينها، وهقول معاها كمان isn't، وبعدين اكمل هابي today هقول لك اه. كل الاختيارات دي حبايبي ممكن اجيبها في المضارع البسيط، وكل النفي ده ممكن يجي مع ساره الاسم المفرد. طب هختار بناء على ايه؟ هقول لك هختار بناء على اللي ورا الاقواس. طيب ايه دي؟ هتقول لي هابي، يعني ايه هابي؟ سعيد. طب سعيد دي نوعها ايه في الكلام؟ صفه. قال لي طالما صفه لازم انفي بايزنت يعني بفيرب تو بي. قال له امال عشان انفي بنيفر او دازنت؟ هقول لك لازم يكون في فعل، لازم حبايبي يكون في فعل. طالما هنا مفيش فعل في المصدر اوعى تختار doesn't ابدا، او فعل في اس مثلا عشان اختار never. فاذا هقول ها هي ساره isn't happy يعني ساره مش سعيده. يبقى اذا هميز ازاي؟ اذا كان هنا في فعل فانا النفي بتاعي ب doesn't او never. طب ما فيش فعل قال لي يبقى النفي بتاعي ب isn't او aren't او am not. طيب في الاختيارات برضو تبص تلاقيه يضحك عليك يقول لك كده ازاي ويديك في الاقواس doesn't عشان انت تستعجل وتحط مين؟ don't. يقول لك they doesn't at home today يعني هم مش في البيت النهارده. هقول لك اه اوعى تستعجل وتقول don't. ليه يا مستر بقى؟ هتقول لي لان هنا at home مش فعل، مفيش فعل هنا راجع لمصدره عشان انا انفي don't او doesn't. امال هنا هنفي be am not or isn't or aren't. ليه؟ او لانه مكان، فعشان كده هقول they aren't. يبقى اللي هيفرق بين am و is و are و don't و doesn't في المضارع البسيط هو وجود فعل من عدم. ده بالنسبة يا حبايبي للنفي. تعالوا حبايبي نشوف السؤال اللي هو الكوستشن. قال لي طبعا ان انا عارف ان عندنا نوعين اتنين من السؤال، ال yes and no question اللي هو السؤال اللي اجابته ب yes او no، وكمان عندنا ال wh question يعني السؤال اللي بيبدأ بأداة استفهام. دول نوعين السؤال اللي موجودين عندي في الانجليش. طيب في المضارع البسيط حبايبي قال لي الـ yes and no question هلاقيه بادئ بدو او بس، وبعد كده بيجيب لي السبجكت اللي هو الفاعل، وبعد الفاعل بيجيب لي مصدر الفعل. ليه مصدر الفعل؟ هقول له ان دو داز لازم يجي معاها مصدر تاني. دو بس حبايبي لازم يجي معاها مصدر. طيب دو هتيجي مع مين؟ هقول لك هتيجي مع اي و وذي ويو ومعاها كمان الاسم الايه؟ الجمع. طب داس هتيجي مع مين؟ اللي هتيجي معاه وشي وات وكمان الاسم المفرد. ده بالنسبه للفعل اللي بيجي مع دو وداس. يعني لما يجي يقول لي كده دو يو هاف ا كار يعني هل انت عندك عربيه؟ طبعا هنا انا ممكن اجاوب بيس وبعدين اطلع ابدل فتبقى يس اي دو، او ان انا اجاوب بنو واقول no I don't. لا والله تاني yes I do or no I don't. لما يجي يقول لي مثلا
does هالة رايد أبايك، يعني هل هالة دي بتركب عجلة؟ طبعا السؤال هنا بإيه يا حبيبي؟ بالدز، يبقى إجابته بيس أو نو. والله لو بتركب عجلة هقول يس، هنا هبدل هلاقي إن هالة عوض عن هبشي وأجيب دز، هو نفس الفعل المساعد. أو نو شي دازنت، نو شي دازنت. قال لي طالما دو داز لما تيجي في أول السؤال بيكون معناها هل، وبجاوب عليها بيس أو نو. قال لي برضو كذلك لو لقيت الإجابة بيس ونو في المضارع البسيط فبسأل بدو أو داز، على حسب إيه؟ على حسب الفعل. يعني لما يجي يقول لي كده يس أي لايك فيش، نعم أنا أحب السمك. تاني نعم أنا أحب السمك. طبعا أنا عايز أعمل سؤال على الكلام ده، الإجابة دي بإيه يا حبيبي؟ هتقول لي الإجابة دي بيس. طالما الإجابة بيس يعني السؤال يبدأ بفعل مساعد. هقول لك أه، الفعل هنا فين؟ في المصدر، يبقى أنا هجيب دو. طيب أي هتتحول ليو فأقول دو يو، وبعدين أقول دو يو لايك فيش، تاني دو يو لايك فيش. نفس الكلام لو قال لي يس أحمد بلايز تنس، يعني نعم احمد بيلعب تنس، اقول له اه. الاجابه دي بايه؟ هتقول لي بيس، يعني السؤال يبدا بايه؟ هتقول لي يبدا بفعل مساعد. طيب طالما الفعل في اس على طول انا هبدا بمين حبايبي؟ بدز، واجيب الفعل بتاع اللي هو احمد، يبقى دز احمد. هنا بقى لازم ارجع الفعل لمصدره واقول دز احمد ايه؟ ها برافو عليكم، بلاي، يبقى دز احمد بلاي تنس، يعني هل احمد بيلعب تنس. طب قال لي في الاختيارات حبايبي بتيجي ازاي؟ قال لي بيسأل بدو او داز، يعني يجي يقول لي كده دو او داز، يو واتش فيلمز، يعني هل انت بتشاهد افلام؟ طيب هنا لازم ارجع لمين للفاعل. طب يو بتاخد دو ولا داز؟ هتقول لي لا يو بتاخد دو، فاقول دو يو واتش فيلمز. نفس الكلام حبايبي، يجيب لي في الاخطاء كده ويقول لي do he wash the dishes، يعني هل هو بيغسل الاطباق؟ هتقول لي اه، خطا طبعا لان هي ما بيجيش معاها do، هي بيجي معاها does. طيب لما يحب يضحك عليا بقى قال لي هيقول لي كده do he happy today، يعني هل هو سعيد اليوم؟ ليه؟ عشان انت سيادتك تقول داز، اه يعني انت شفت دو مع هي فانت فرحان فتجيب داز. ليه هتقول اصل هي بتاخد داز ما بتاخدش دو؟ هقول لك هي نفس فكره النفي بالظبط، في هنا فعل؟ هتقول لي لا مفيش فعل. قال لي طالما مفيش فعل في السؤال بتاع المضارع البسيط يبقى سؤالي بإز او ار او ان، اي حاجه من الثلاثه، اوعى تجيب دو او داز ابدا. فعشان كده هقول از هي هابي. هتقول لي ليه قلت از وما قلتش داز؟ هقول لك مفيش فعل، مفيش فعل يعني مفيش دو او داز ابدا. نفس الكلام يجي يقول لي كده داز ذي ات ذا بارك، يعني هل هم في الحديقه؟ فالباشا فرح قال لك ذي ما بتاخدش داز، ده ذي بتاخد دو. هقول لك لا طبعا. ليه؟ هتقول لي برضه مفيش هنا فعل، ومفيش فعل يعني مفيش دو ولا داز، امال في ايه؟ في از او ار في المضارع، فاقول ار ذي تاني، ار ذي. تاني نوع من الأسئلة حبايبي هو الـ WH question. WH question اللي هو السؤال اللي بيبدأ بأداة استفهام. طبعا هلاقي بادئ بأداة الاستفهام بتاعتي برضو بيجيب وراها do أو بيجيب وراها does، وبعدين بيجيب الفعل بتاع اللي هو subject، وبعد كده بيجيب لي مصدر الفعل. ليه؟ لأن مع do does لازم أجيب مصدر. طب ما فيش مصدر؟ قال لي برضو يبقى ما فيش do does في المضارع، أمال في يا مستر؟ في is أو are أو am. يعني مثال لما اجي اقول لك how do you go to school، يعني ازاي انت بتروح المدرسه. طبعا لما اجي اجاوب على السؤال بتاع المضارع البسيط لازم اشيل غير do وابدا من اول الفعل، يو طبعا بحولها ل I، فاقول I go to school، يعني انا بروح المدرسه. by car، by car طبعا معناها بالسيارات. طبعا لازم اعرف ان اداه الاستفهام هي اللي بجاوب عنها، اداه الاستفهام بتسال الوسيله، فجبت الوسيله اللي هي باي كار. يجي يقول لي مثلا وين، ويجيب لي في الاخطاء دو علي جيت اب.
طبعا سؤال في المضارع البسيط عادي جدا، ادي الفعل ودو هوت، بس علي ما بياخدش دو، ده علي بياخد داز. فبقى السؤال when does علي get up. طب لو انا عايز اجاوب على السؤال ده، طبعا كل ده بيتشال وبعدين علي يعوض عنه به. بس خلي بالك لما يكون في داز في السؤال لازم اجيب للفعل اس في الاجابه، فاقول he gets up at 7 o'clock، يعني هو بيصحى الساعة 7. ده بالنسبة للإجابة على الأسئلة وتكوين السؤال. طب لو هو جايب لي إجابة بقى وبيقول لي اعمل أنت سؤال، يعني لو بيقول لي مثلا I start work، يعني أنا ببدأ العمل at 8 o'clock، يعني أنا ببدأ العمل بتاعي الساعة 8 وبيقول لي اعمل سؤال. قال لي هنا بقى السؤال بتاعي بيبدأ بأداة استفهام لأن مفيش yes أو no. طب وبعدين؟ قال لي لازم اشوف الحاجه اللي انا هسال عنها، انا هسال هنا عن ايه؟ هتقول لي عن الوقت. طب الوقت المحدد بسال عنه بايه؟ هتقول لي بوات تايم. طب لو سالت بوين يا مستر؟ قال لي عادي جدا، هقول وات تايم. هنا بقى بعد اداه الاستفهام محتاج دو او داز، هروح الاقي الفعل في المصدر ودي كمان اي، فاذا هقول دو. طيب قلنا اي بتتحول في الاجابه في السؤال ل يو، فاذا هقول وات تايم دو يو. طب وبعدين؟ هجيب الفعل بتاعي بقى اللي هو في المصدر اللي هو start، فاقول what time do you start work، يعني امتى انت بتبدأ العمل. تاني what time do you start work. لو قلت لك مثلا dad lives in Cairo، يعني بابا بيعيش في القاهرة، طبعا هنا هشوف اداة الاستفهام بتاعتي هلاقيها where لاني هسأل عن المكان، هتقول الفعل فيه اس فطبيعي ان انا هجيب داز، يبقى اذا هقول وير داز. طب وبعدين الفعل بتاعي داد، يبقى وير داز داد. وبعدين لازم هنا ارجع الفعل لمصدره فاقول وير داز داد ليف، تاني وير داز داد ليف، يعني اين يعيش الاب. عشان كده دايما لما تشوف داز لازم ترجع الفعل لاصله، فيقول لي مثلا واي داز هي جيتس اب early، يعني ليه هو بيصحى مبكرا؟ اقول له طالما جاب لي does ما ينفعش ابدا ازود للفعل بتاعي اس، لازم ارجعه لمصدره، فالمفروض تقول لي why does he get up. تاني حاجه مفيش فعل في المضارع، يبقى اذا مفيش ابدا do ولا does في السؤال. يعني لو انا بقول لك why do علي happy، يعني ليه علي سعيد؟ ما تفرحش قوي تقول ان علي مفرد فياخد داز، هقول لك ده ما فيش هنا فعل، المفروض اجيب از، فاقول واي از علي هابي، يعني ليه علي سعيد. تعالوا نشوف حبايبي بقى الباسيف فويس، يعني المبني للمجهول في المضارع البسيط. طبعا حبايبي لما يجي يبني مجهول في المضارع البسيط بيبدا بالمفعول بتاعي، تاني بيبدا بالمفعول بتاع الجمله، وبعدين بيحط ام او از او ار، خلي بالك هي ما بتبقاش موجوده بيجيبها، وبعد كده بيجيب الباست بارتيسيبل يعني التصريف الثالث للفعل، وبيجيب الفعل مسبوق بكلمه باي، وبكده يبقى بنى مجهول. يعني مثال بسيط لما يجي يقول لي هانا واشز ذا ديشز، يعني هانا بتغسل الاطباق. تعالوا كده نبنيها مجهول، نبني مجهول يعني هبدا بالمفعول، فين المفعول؟ قال لك الاسم اللي جوه الفعل اللي هو مين؟ the dishes، فاذا هقول the dishes. هنا لازم اركز، يا ترى dishes دي تاخد ام ولا is ولا ار؟ هتقول لي لا ده تاخد ار، وبعدين التصريف الثالث من washes هتقول لي washed، هتقول لي the dishes are washed، وطبعا هجيب الفاعل اللي هو هنا مسبوق بكلمه by فتبقى by هنا. تاني the dishes are washed by هنا. لما اجي اقول لك مثلا carpenters يعني النجارين، make chairs يعني بيصنعوا كراسي، واقول لك ابن هاري مجهول هتقول لي هبدا بالمفعول اللي هو chairs، وبعدين هجيب is او ار، قال لي جمع فتاخد ار، طب التصريف الثالث من make هتقول لي made، وبعد كده by carpenters يعني بواسطه النجارين. لما اقول لك مثلا mom cooks our food، يعني ماما هي اللي بتطبخ الطعام بتاعنا، لو جيت ابني مجهول هتقول لي our food ده هو المفعول، فهقول our food.
not our food هتقول لي لا يعد فياخد is. التصريف التالت من cook هي cooked. Our food is cooked by mom. يعني الأكل بتاعنا بيطبخ بواسطة ماما. طبعا هنا بقى في الاختيارات عشان أعرف إنه مبني معلوم أو مبني مجهول بيعتمد كتير جدا على الترجمة. يعني لما يجي يقول لي مثلا cars السيارات ويقول لي make ولا makes ولا are made in Japan، يعني العربيات دي بتصنع في اليابان، هتقول لي اه. يا ترى العربيات دي تصنع ولا تصنع؟ هتقول لك لا تصنع. تصنع ده مبني مجهول ولا مبني معلوم؟ هتقول لي مبني مجهول، فبالتالي ما ينفعش ابدا اجيب ميك ولا ميكس، امال هقول ار ميد. نفس الكلام في الاخطاء، تلاقيه يقول لك ايه كارز ميند باي ميكانيكس. اقول لك يلا اختار، هتقول لي العربيات ما بتصلحش، العربيات بتتصلح. العربيات هنا مفعول، ودي جملة بتعبر عن حقيقة، فعشان كده لازم اقول ار لانها جمع، وبعدين التصريف الثالث فتبقى mended، فاقول cars are mended by mechanics، يعني العربيات بتتصلح بواسطة الميكانيكيين. طبعا في ناس كتير جدا بتتلخبط في موضوع ان مبني مجهول فيفكر ان هو عشان يبقى مفعول لازم يكون غير عاقل. لا طبعا، سواء عاقل او غير عاقل بيعتمد على الترجمة عشان اقول ان هو مفعول ولا لا. يعني انا هديك مثال هتلاقي هو نفس الكلمة بس مرة فاعل ومرة مفعول. يعني لو انا جيت قلت لك كده my grandpa يعني جدي، وديتك في الاختيارات visits ولا is visiting، وقلت لك ايه الفرق بين الفعلين دول، هتقول لي واحد معلوم وواحد مجهول. واجي اقول لك the doctor every month، يعني جدي بيزور الدكتور كل شهر. طب لو انا خليتها بالمنظر ده my grandpa، وديتك برضو نفس الكلام visits ولا is visited by a doctor every month، هتقول لي فرقت خالص. باي ده غير معنى الكلام تماما، اللي فوق بيقول لي جد هو اللي بيزور الدكتور، فالكلام ده مبني معلوم عشان كده لازم اقول visits. طب كده لا، ده بيزار بواسطة الدكتور، الدكتور هو الفاعل، جد هو المفعول، فعشان كده لازم اقول is visited. يبقى اذا انا بميز هو معلوم ولا مجهول على حسب الترانسليشن بتاعي، على حسب الترجمة. تعالوا بقى حبايبي نشوف اخر حاجة معانا في زمن المضارع البسيط، هو اليوسج الاستخدام. امتى استخدم الكلام اللي احنا قلناه ده بقى اللي هو زمن المضارع البسيط بقى، المصدر او الفعل في اس او ام او از او ار او النفي او الكلام ده كله. قال لي number one when I express facts. فاكت حبايبي بمعنى حقيقة. لما اجي اتكلم عن حقيقة دايما سواء علمية او جغرافية دايما بستخدم زمن المضارع البسيط. يعني لما يجي يقول لي كده the sun الشمس، وبيقول لي rise ولا rises in the east، يعني الشمس بتشرق من الشرق، هقول لك الجمله دي بتعبر عن ايه؟ تقول لي بتعبر عن حقيقه، فطالما هي حقيقه فلازم تكون مضارع بسيط. طب ما انا عندي rise rises، اقول لك يبقى لازم ارجع لمين؟ هتقول لي لازم ارجع ل the sun، ده اسمه مفرد، وطالما اسمه مفرد يبقى لازم يجي معاه فعل في اس، عشان كده هقول rises. إذا كنت بتكلم عن حقيقة حبايبي لازم استخدم مضارع بسيط. طيب الاستخدام الثاني when I talk about habits، وhabits حبايبي بمعنى عادات، تاني habits بمعنى عادات. وقال لي بقى حبايبي لما اجي اتكلم عن عادة بتكلم بطريقتين اثنين، يا اما هيجيب لي ظرف من ظروف التكرار شكل كلمة usually always sometimes often every hardly scarcely seldom or never etc. انا هجيب لي ظرف من
ظروف التكرار، فاعرف على طول ان الزمن بتاعي مضارع بسيط وانا بتكلم عن عادة، فبالتالي لازم اجيب مصدر او فعل فيه اس او اي اس. وهنا بقى لازم اركز في حاجة، ان هو دايما بيجيب لي ظرف التكرار وبعد كده الفعل، الا في حالة واحدة، لو كان الفعل بتاعي ده ام او از او ار او نفي، هنا بجيب ام او از او ار او don't or doesn't وبعد كده بجيب ظرف التكرار. تعالوا يلا نشوف مثال. لما يقول لي هي sometimes، هو احيانا، ويقول لي eat ولا is eating ولا eats fish، هعرف زمن الجملة ازاي؟ هقول لك من ظرف التكرار ده، ده عرفني ان الزمن بتاعي مضارع بسيط، وطالما طلع مضارع بسيط فبالتالي لازم اجيب يا مصدر يا فعل في اس او اس، يبقى يا ايت يا ايتس. هنا بقى لازم ارجع لمين؟ هتقول لي لازم ارجع للفاعل اللي هو مين؟ هي. طب هي تاخد ايت ولا ايتس؟ هتقول لي لا هي بتاخد ايتس، بتاخد فعل في اس. تاني حاجه هقول لك they plays usually، usually plays play usually usually play tennis. الفكرة فين هنا حبايبي؟ الفكرة هنا ان في ظرف من ظروف التكرار، ثانيا في فعل معه، يبقى لازم اركز قوي ان ظرف التكرار بيجي قبل الفعل، فاذا plays usually غلط، ونفس الكلام play usually غلط، بل usually plays usually play، هنا لازم ارجع للفعل اللي هو they، هلاقيه بياخد usually play، لازم اركز ان ظرف التكرار بيجي قبل الفعل، تاني ظرف التكرار بيجي قبل الفعل، فتلاقيه في الاخطاء يقول لك كده he watches always TV. هقول له غلط، ليه جايب لي الفعل الاول وبعدين ظرف التكرار؟ فيبقى التصحيح بتاعها اقول له always watches. امتى هيتغير الكلام ده؟ لما تلاقي verb to be. يعني ايه لما تلاقي verb to be؟ يعني لما يقول لي he never is late، يعني هو دايما بيبقى متاخر، اقول له لا كده غلط، لان verb to be والفعل الوحيد اللي يجي قبل ظرف التكرار، فاقول he is never late، تاني he is never late، او في النفي، يعني لما يقول لي مثلا they often don't play tennis، اقول له كده برضو غلط، لان النفي لازم يجي قبل ظرف التكرار، بمعنى ان انا لما اجي صحتي فاقول don't often، ما اقولش often don't. يبقى تاني اول علامه من علامات المضارع البسيط هي ظروف التكرار، اذا كنت بتكلم عن عاده فهتلاقي ظرف من ظروف التكرار دي في الجمله، بالتالي بختار الفعل اللي فيه اس او اي اس او الفعل اللي في المصدر. طيب ثانيا لازم اركز ان ظرف التكرار بيجي قبل كل الافعال ما عدا verb to be. تاني حاجه بعبر بيها عن العاده حبايبي هي is او ار او ام ومعها used to plus verb ing. قال لي دي كمان حبايبي بتعبر عن عاده، قال لي اذا لقيت used to جاي قبلها ام او اذا ار بعدها verb plus ing يبقى دي تعاد على طول. يعني لما اجي اقول لك مثلا he is used to smoking يبقى اذا هو معتاد ان يدخن، هي هيها بالظبط he always smokes يعني هو دايما بيدخن، يبقى اذا العاده ممكن اعبر عنها ب am او is او are used to plus verb ing. طيب تالت حاجه بقى بستخدم فيها زمن المضارع البسيط، قال لي تالت حاجه بستخدم فيها المضارع البسيط وده المهم جدا في الوحده دي لما اجي اتكلم عن تايم تيبلز. يعني ايه تايم تيبلز يا مستر؟ قال لي يعني جداول مواعيد ثابته، شكل مواعيد القطارات ومواعيد الطيارات وكمان مواعيد العروض والافلام. فلما يجي يقول لي مثلا our English class يعني حصة الانجليزي بتاعتنا، بيقول لي start ولا will start ولا starts at 7، على طول هنا لازم اقول starts،
ليه؟ هتقول لي لان ده مفرد ودي كمان جداول مواعيد ثابته فلازم تبقى في المضارع البسيط. لما اقول لك dads plane يعني طيارة بابا ويجي يقول لي كده will arrive at 8 الساعة 8، هقول له لا ما ينفعش اقول will arrive، الطيارات بتبقى ماشيه على حسب جدول مواعيد فلازم اقول arrives. يعني ايه arrives؟ يعني هتوصل. طب لما يجي يقول لي كده the film الفيلم start at 7، هقول له لا برضه starts. ليه؟ لان الافلام برضه تبقى ماشيه على حسب جدول مواعيد. يبقى اذا اذا كنت بتكلم عن تايم تيبلز يعني جداول مواعيد ثابته، حاجه ماشيه على حسب جدول مواعيد، لازم اتكلم في البريزنت سمبل يعني زمن المضارع البسيط. طبعا حبايبي بقى اخر حاجه بستخدم فيها المضارع البسيط مع الروابط الزمنيه واف الاولى. يعني لو شفت اف، لو شفت when، لو شفت after، لو شفت as soon as etc، كل ده اول ما اشوفه على طول جاي بعده مضارع بسيط يبقى الجملة التانية على طول مستقبل. يعني اذا كنت بعبر عن مستقبل ب if او when او after او as soon as اعرف على طول ان بيجي وراها مضارع بسيط. يعني حبايبي لما اجي اقول لك كده when منى، لما منى go ولا went ولا goes home، لما منى هتروح البيت she will watch TV، هتشاهد التلفزيون، هتقول لي الرابط ده وين؟ اللي جاي هناك ده هتقول لي مستقبل، يبقى على طول لازم يجي هنا مضارع بسيط. طب فين المضارع البسيط؟ هتقول لي جو جوز، يبقى لازم ارجع للفعل اللي هو منى واقول لك منى تاخد جو ولا جوز؟ هتقول لي لا منى هتاخد جوز. يبقى اذا اذا كنت بتكلم بروابط زمنيه او اف في المستقبل لازم يجي ورا دول مضارع بسيط. وبكده حبايبي وصلنا لنهايه درسنا وهو زمن البريزنت سمبل تنس زمن المضارع البسيط. يا رب تكونوا استفدتوا معانا وعرفتوا ازاي اكون المضارع البسيط، ازاي انفيه، ازاي اعمل سؤال، ازاي احول مبني مجهول، وكمان ازاي استخدمه. اسمع الفيديو مره واثنين وثلاثه عشان يساعدك على حل التمرينات اللي هتجيلك ان شاء الله. استنونا في الحلقات اللي جايه. جود باي، السلام عليكم.